بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نواصل الحديث عن كتاب مفاتيح الجنان الذي ينتشر الأوساط الشعبية الشيعية، ويعتبر المصدر الرئيسي للثقافة الشعبية بما يحتويه من أدعية وزيارات. تحدثنا في حلقتين سابقتين عن هذا الكتاب، وفي الحلقة الأولى تحدثت عن لماذا كتب الشيخ عباس القمي قبل حوالي 100 سنة هذا الكتاب، لأنه كان يعاني من كثرة الأدعية الموضوعة والزيارات المفتعلة والمختلقة اللامعقولة والخرافية والأسطورية وشيء فيها أشياء عجيبة غريبة، فهو قال أنه يحاول أن يكتب كتاب يعتمد على المصادر الأولى في التراث الشيعي، فجمع وكتب كتاب مفاتيح الجنان. ويعني أيضا هو يعني لأنه كان أخباري تلميذ الشيخ النور الطبرسي، وبالتالي اعتمد على روايات السابقين وبدون تمحيص وبدون تدقيق. أيضا دخل في كتاب مفاتيح الجنان أشياء كثيرة غير صحيحة وغير معتمدة وخرافية وأسطورية. وتحدثنا أيضا في الحلقة الثانية عن بعض الأدعية الموجودة فيها، مثل حول ماء نيسان، الجمع ماء نيسان، رغم أنه كان يشكك بالحديث بس ذكره، أو أستاذة حتى كان يشكك ببعض الحديث وبعض الأدعية وذكرها، أنه هذا الماء مثلا أقرأ عليكم آية قرآنية وهو شفاء لجميع الأمراض والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكل شيء. في منحة خطير لسقوط الأمة الإسلامية وتدهورها واعتمادها على الخرافات والأساطير وابتعادها عن القرآن الكريم وعن العقل وعن العلم، هذا الثلاثي لشكل أساس الحضارة وأساس نهضة أي أمة، ونحن اليوم بحاجة إلى الاعتماد على هذه الأمور الثلاثة حتى نبني مجتمعنا من جديد، نعيد حضارتنا الإسلامية، نعيد المجد للإسلام وللتشيع لأهل البيت. أما إذا بقينا بالخرافات والأساطير فراح تخلق لنا عنف وتطرف وغلو ومشاكل اجتماعية كثيرة، مثل بعض الأدعية الموجودة في كتاب مفاتيح الجنان حول ما يسمى بعيد الغدير، عيد الغدير، وإعطاء يوم الغدير اللي هو مروي عند السنة والشيعة، ولكن إعطاء يعني طابع ديني طابع سياسي طابع كذا، ثم جعل يعني اتخاذه عيدا. ومو بس هذا، حتى يكرسون هذه الفكرة أنه الأنبياء السابقين كلهم كانوا يحتفلون بعيد الغدير، والله ما ذكر هذا بالقرآن، ما أدري ليش يعني، لكن صحيح. في هذا الكتاب الآن في هالحلقة نشوف شنو أيضا ذاكر من خرافات وأساطير والناس اعتبروها جزء من الدين، يعني مفاتيح الجنان هذا هو الدين متمثل في كتاب مفاتيح الجنان، دائما في أدعية في كل ساعة وفي كل يوم وفي كل مناسبة وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل دائما حياة الإنسان كلها محاطة بهذه الأدعية وهذه الزيارات. يقول الأنبياء السابقون كانوا يحتفلون بعيد يوم الغدير الشيخ عباس القمي. يقدم الشيخ عباس القمي دعاء يوم الغدير ضمن مجموعة مفاهيم وأفكار ونظريات اللي علمائنا الكرام لم يحققون فيها الأمور ولا يدققون ولا يبحثون الأشياء، لأن أتسامح في أدلة السنة، هذا مش شعار، أتسامح في أدلة السنة، صار هم جهال ومقلدين بعد مو علماء. العالم الذي يحقق في كل شيء، يدقق في كل شيء، وخاصة إذا هذه الأدعية والزيارات شكلت لنا قاعدة العقيدة بعيدا عن القرآن، بعيدا عن العقل، بعيدا عن العلم، فهذا شعار جدا خاطئ وخطير. أتسامح في أدلة السنة، كل واحد جاي ويسوي له أشياء بدعة جديدة والناس يسامحون فيه. فيقدم هو ضمن مجموعة مفاهيم وأفكار ونظريات تستند إلى أحاديث ضعيفة أو مختلقة، حيث يسمي في البداية يوم الغدير بعيد الغدير
الذي يصفه بأنه وعيد الله الأكبر، وعيد آل محمد عليه السلام. زين النبي ليش قال عندنا عيدين بس الأضحى والفطر؟ إذا كان هذا عيد غدير كبير لكان النبي يحتفل فيه والأئمة احتفلوا فيه، ويقول عنه أنه أعظم الأعياد، وما بعث الله تعالى نبيا إلا وهو يعيد هذا اليوم. باش تردون أكثر من هذا الشيء؟ كل الأنبياء صاروا شيعة أصلا من جماعة عباس القمري، ويحفظ حرمته. كل الأنبياء كانوا، ما بعث الله نبيا إلا قال لازم تحتفل وتحتفظ بحرمة هذا اليوم. شلون يصنعون أساطير بهذه الصورة؟ شلون يصنعون تطرف الغلو بهذه الطريقة؟ ينسبوها إلى الله وإلى الأنبياء السابقين. واسم هذا اليوم في السماء يوم العهد المعهود، واسمه في الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود. ويضيف هذا الشيخ عباس القمري يضيف روية أنه سئل الصادق عليه السلام: هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال نعم، أعظمها حرمة. قال الروي: وأي عيد هو؟ شوفوا إلى زمن الإمام الصادق، هذا واحد من شيعتنا الإمام الصادق يسأله وهو ما يعرف أكو فد عيد آخر، يقول له أكو عيد ثاني. يعني إلى منتصف القرن الثاني الهجري هذا الشيء ما كان معروف لا عند المسلمين ولا عند الشيعة، بس دي يخترقوا الرواة وينسبوه إلى الإمام الصادق. قال الراوي: وأي عيد هو؟ ما أعرف العيد، شو هذا العيد هذا؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول الله، أو نصب فيه رسول الله أمير المؤمنين، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهو يوم 18 من ذي الحجة. زين، حديث الغدير قبل ذاك التاريخ ما كان يدل على الإمامة ولا على النصب ولا على الولاية ولا على الخلافة. الولاية الحب، الولاء الشخصي، ولذلك لم يفهم أمير المؤمنين من حديث الغدير موضوع الحكم والخلافة. إنما بعدين صنعوا حديث ثاني أضافوا عليه أشياء ونسبوه للإمام، وكونوا من عنده فت قضية ومنطلق لنظرية جديدة هي النظرية الإمامية، وأن الأئمة منصوبين من قبل الله، وأول شيء واحد نصبوه الإمام علي النبي نصبه، ثم استمرت الإمامة. وطبعاً ما توقفوا، هو لم يستطيعوا أن يثبتوا إمامة الباكر والصادق وزين العابدين، حتى لا يوجد نص، هم يقولون من الإمام الباكر والصادق لا يوجد نص على علي بن حسين ولا وصية على علي بن حسين. طيب الإمام انقطعت، يقولون بالمعاجز، والمعاجز أساطير لا يمكن إثباتها لأحد. قالوا ها، في علم الغيب، علم الغيب شلون علم الغيب؟ يعني النظرية هي من أساس تكوينها في القرن الثاني الهجري هي كانت نظرية ضعيفة ومتهافتة وغير قائمة على أسس متينة وملصقة بأهل البيت. أهل البيت كانوا منها وراء، حتى الإمام الصادق بليء ينفيها، في كتف الكافي موجود عندنا أحاديث. المهم هؤلاء كانوا يقولون وسووا أحاديث وسووا عيد الغدير. طبعا ربما حتى هذا الحديث سواء بعد قرنين من الزمان، في القرن الرابع أيام البويهيين، عندما جاءوا وجعلوا من يوم الغدير عيدا، فركبوا لهم حديث على الإمام الصادق. قال الراوي: وما ينبغي لنا أن نعمل في ذلك اليوم؟ قال: الصيام والعبادة والذكر لمحمد وآل محمد عليه السلام والصلاة عليه. وأوصى رسول الله أمير المؤمنين أن يتخذ ذلك اليوم عيدا. زي ليش الإمام علي ما طبق هذا الشيء؟ ما سوى احتفالات يوم عيد الغدير؟ وكذلك كانت الأنبياء تفعل، مو بس الإمام علي والنبي محمد، لا، الأنبياء السابقين كلهم كانوا يحتفلون، كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فيتخذونه عيدا. الكذب بلاش، أحاديث الموضوع بلاش، بكل سهولة تقدر تسوي لك 100,000 حديث، مليون حديث. وبالرغم من تحدث هذه الرواية عن معرفة الأنبياء السابقين واحتفالهم بعيد الغدير، وهو أمر غريب
لم يشر إليه أحد من الأولين والآخرين من قريب أو بعيد، فإنها تكشف أيضا عن عدم معرفة السائل في زمان الإمام الصادق بهذا العيد. شلون الأنبياء كلهم يحتفلون والنبي وعلي والصاو وكذا، وهذا الشخص في منتصف القرن الثاني ما يعرف هالشيء، مما يؤكد اختلاق هذا الحديث وضعفه، وخاصة وأن الشيعة لم يعرفوا هذه التسمية ولم يقوموا بالاحتفال بعيد الغدير إلا في القرن الرابع الهجري في ظل الدولة البويهية، وأثناء صراع الدولة البويهية مع العباسيين كانت تهيمن على العباسيين. الفاطميين قالوا النص علينا وإحنا أبناء فاطمة وإحنا سووا الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا وامتدت للحجاز واليمن وسوريا. العباسيين كانوا يقولون احنا أترة رسول الله فإحنا حق نصير خلفاء. اجوا البويهيين اللي كانوا زيدية في البداية، ثم قالوا أنه حتى يأخذوا شرعية من العباسيين ويسقطوهم تماما، قالوا أنتم ما عندكم شرعية، شرعية جاية من النص على علي بن أبي طالب. فقاموا يحتفلون بيوم الغدير حكاية بالعباسيين وإسقاطا لهم، إسقاط لشرعيتهم. فكان صراع سياسي بين البويهيين اللي كانوا هم حاكمين على العباسيين وبين العباسيين اللي كانوا أصبحوا ضعاف جدا، والبويهيين يشيلون واحد ويحطون واحد، يشيلون واحد ويحطون واحد هكذا، وكان يردون يجردوهم من أي دعوة بالشرعية، الشرعية الدستورية. وقد أراح الشيخ عباس القمي نفسه من عناء ذكر السند أو التحقيق في هاي المشغلتي، ولا شغلة الشيخ عبد الحليم الغزي يقول لك هاي المشغلتي السند ولا لا، أصلا أنتوا سرون سنة لو بحثوا في علم الرجال. واعتمد على إرسال الحديث هكذا أرسله، وأضاف إليه حديثا آخر بنفس الطريقة. مصيبة يعني، مصيبة الطرق اللي يرون الثقافة الدينية والثقافة الشيعية. فقال في حديث أبي نصر البيزنطي عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال يا ابن أبي نصر أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين، روح زور بعد يوم بارك الإمام بعده كما يفعل الناس الآن، فاحضر عند أمير المؤمنين فإن الله تبارك وتعالى يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب 60 سنة. ما كنت مسوي معاصي وشارك وناهب وناهب أموال الدولة وبس روح زور الله يغفر لك الذنوب، خلاص بعد ارتاح وارجع أنت مرتاح. اخدعون الناس، الله يحاسبك على كل صغيرة وكبيرة، على كل ذرة من الخير والشر. مو تروح تزور الإمام الله يغفر لك الشكل، لا تتكشمر. ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان. يوم الغدير صار أفضل من كل شهر رمضان، زيادة يعتق في ناس ويغفر لهم، في يوم الغدير يغفر أكثر ضعف ذلك. بلاش الحكي، ما عليه جمرك كما يقولون. ضعف ما أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر، ولا درهم فيه، تنفق أو تنفق أو تشتري حلويات أو شو تسوي، بألف درهم لإخوانك العارفين، يعادل 1000 درهم. وأفضل على إخوانك في هذا اليوم، أفضل أنت يعني تفضل عليهم. وسر فيه كل مؤمن ومؤمنة، روح سر والله، لو كل قسم بالله تعالى، واحد من ضعيف يقوم يقسم حتى يمشي الحديث، والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم 10 مرات. ليش مو 100 مرة؟ ليش 10 مرات؟ كيف راوي بعد يروي ده يختلق الأحاديث والروايات. وأضاف الخلاصة هذا الشيخ عباس القمي بعد ما روى الحديث بدون سند بدون شيء، حديث عن الإمام الرضا، وأضاء الخلاصة أن تعظيم هذا اليوم الشريف لازم، وأعماله عديدة. الأول الصوم، وهو كفارة الذنوب 60 سنة، وقد روي أن صيامه يعادل صيام الدهر. صوم يوم واحد كأنك صمت الدهر كله، بعد ما يحتاج صوم مرة ثانية، ويعدل 100 حجة وعمرة. الثالث زيارة أمير المؤمنين، يعني يخلقون دين جديد، الأشياء ذن يصير دين جديد.
وذكر القمي عباس القمي عدة زيارات وأدعية، زيارات يزورها يعني. عدة زيارات وأدعية جاء في أحدها ما يلي: إن يا ربنا بمنك ولطفك أجبنا داعيك واتبعنا الرسول وصدقناه وصدقنا مولى المؤمنين وكفرنا بالجبت والطاغوت. شوف العنف من هنا يبدأ. فولنا ما تولينا وحشرنا مع أئمتنا فإنا بهم مؤمنون موقنون ولهم مسلمون. آمنا بسرهم وعلانيتهم وشاهدهم وغائبهم وحيهم وميتهم ورضينا بهم أئمة وقادة وسعادة وحسبنا بهم بيننا وبين الله دون خلقه وحسبنا بيننا وبين الله دون خلق لا نبتغي بهم بدلا. وين هم الأئمة حتى لا نبتغي بهم بدلا؟ شو بالتاريخ مصر الآن ما عندنا شيء أئمة من أهل البيت حتى احنا نروح نواليهم ونبايعهم. ولا نتخذ من دونهم وليجا. وبرئنا إلى الله من كل من نصب لهم حربا من الجن والإنس من الأولين والآخرين وكفرنا بالجبت والطاغوت والأوثان الأربعة وأشياعهم وأتباعهم. هم برئنا منهم المسلمين البقية اللي يؤمنون بفلان وفلان دول احنا برئنا منهم. ندين اللهم وكل من والاهم من الجن والإنس. الإنس افتهمنا الجن شلون تبرؤوا من عندهم وشلون الجن دول اجوا مثلا نصب الأداء لأهل البيت. كيف الجن وين دي يحاربون أهل البيت؟ ما أدري وين أكو معارك تحت الأرض يبدو عليها. وكفرنا بالجبت والطاغوت والأوثان الأربعة وأشياعهم وأتباعهم وكل من والاهم من الجن والإنس من أول الدهر إلى آخره. شوف شلون انفصال صار بالأمة، شو انشقاق نفسي من أقرأ الزيارة هاي والدعاء هذا راح يصير عندي نوع من الحاجز النفسي بيني وبين بقية المسلمين، يصير عداء، يصير كراهية، يصير بغضاء، عداوة، حرب، بعدين يصير نهد. هاي الثقافة هي الثقافة الطائفية اللي تخلق الأداء والبغضاء بين المسلمين على أشياء وهمية بالتاريخ. اللهم إنا نشهد أن ندين بما دان به محمد وآل محمد. يعني في بعض الكلمات حلوة بس بنصها كلمات سيئة أيضا، غلو وغلو معاكس يعني ضد الآخر. اللهم إنا نشهد أن ندين بما دان به محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم وقولنا ما قالوا وديننا ما دانوا به. ما قالوا به قلنا وما دانوا به دنا وما أنكروا أنكرنا وما والوا والينا ومن عادوا عادينا ومن لعنوا لعنا ومن تبرأوا منه تبرأنا. بعدين احنا نختلق لهم أعداء ونقول ذولا إما لعنوا فلان أو عادوا فلان، ذولا كان أعداء ذولا، ونسوي شرخ بالأمة الإسلامية الأشياء وهمية. إنه علي كان متحاب متعاون مساعد ياصر يوالي يشير عليهم على الخلفاء الثلاثة وما كان عندنا ذاك الأداء، بس احنا نختلق أداء وهمي ثم نقوم نشق الأمة الإسلامية على ضوء ذلك كما يشقون حتى الشيعة. الشيعة انت لا مو شيعي، انت بتري، انت ما أدري شنو. حتى الشيعة مشقوهم الآن، شوفوا هذا ياسر الحبيب قاعد 24 ساعة يسب العلماء الشيعة ومراجع الشيعة وأحزاب الشيعة وفقهاء الشيعة ومصلحين الشيعة، لأنه روح الانشقاقية وروح التقسيمية موجودة، وفقط هو يفتيهم الإسلام وتشيع وعلى خطأ أهل البيت وبقية الناس كلهم في النار. ومن ترحموا عليه ترحمنا، آمنا وسلمنا ورضينا واتبعنا موالينا صلوات الله عليه. هذا موجود الدعاء، ومن الواضح أن هذا الدعاء يتضمن التبري مما يسميه جبت الطاغوت، ويقصد بهم الشيخين طبعا وأشياءهم وأتباعهم ومن والاهم من الجن والإنس من أول الدهر إلى آخره. وين نروح بعدين؟ وين نوصل؟ أي فتنة راح تصير أدنى؟ وهو ما يؤدي إلى القطيعة والانفصال النفسي عن عامة المسلمين، ويحدث شرخا كبيرا بينهم وبين الشيعة. طبعا احنا من عاديهم ونكرههم ونحبهم، هم راح يسوون رد فعل علينا ويصير تفرقة طائفية ويصير حروب لا تنتهي إلى يوم القيامة. إذن يجب علينا أن نعيد النظر في هذه الثقافة، في هذه الأدعية والزيارات الموضوعة والمختلقة
والمدسوسة في تراث أهل البيت. وفي دعاء آخر يرويه الشيخ عباس القمي غفر الله له عن ابن طاووس في القرن السابع في القرن الذي يرويه بدوره عن الشيخ المفيد في القرن الخامس 200 سنة بعد 300 سنة دون أن يذكر السنة والمصدر. دائما نشوف دول الناس اللي يسوون دعايات ونظريات مختلقة يدسوها بالدين وبالتراث كله بدون سنة وبدون تحقيق وبدون أي شيء. جاء ما يلي: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد. طيب مو مشكلة. وأن تلعن من جحد حق هذا اليوم. إذا واحد قال عمي هذا شنو الدليل، شنو الدلالة، شنو المعنى، شنو كذا، شو قاعد يبحث بالتاريخ، تشكك أو نكر هذا اليوم، قال هذا مو صحيح. وأن تلعن من جحد هذا اليوم. من الشيعة والسنة صار كل المسلمين يعرفون الشيء هذا في العنه. واللعن راح يصير العكس، العكس عليك. أنت من تلعن في واحد ما يستحق اللعن، اللعن يرجع عليك. عمليا مو الله يعني غيبين يسوي لك إياه، لا، يصير فتنة بالمجتمع. وأنكر حرمته فصد عن سبيلك لإطفاء نورك. وكأن الإمام بهذا اليوم من ضروريات الإسلام التي لا يمكنها إلا كافر. وأنه لم يكن الموضوع محل جهل ونفي من قبل الشيعة في القرون الأولى، حتى كان القرون ليس نصاً جلياً، نصاً خفياً. يعني كل الشيعة في القرن الثاني كانوا يقولون نص خفي مو واضح. يعني فرق الشيعة المختلفة كانت يعني دلالة صريحة على التعيين بالنص، مو نص مشكلة أنه يعني فد واحد يتنص عليه ولا إلى يوم القيامة زين انقطع الناس بعدين شو نسوي؟ إذا النظرية متهافتة ومو صحيحة ومفتعلة وموضوعة ومختلقة. ولكي يكرس القمي يوم الغدير عيدا تاريخيا، وقبل مدة بعض النواب جونا في العراق تعال سوى عطلة هذا اليوم، عطلة يوم الغدير. الجماعة في مقابل الرجين عطلة يوم يوم الغار أو يوم سقيفة خلينا نسوي عطلة. ودائما يصير شنو بعدين؟ صراعات طائفية، نعمق الصراعات الطائفية بهالسوالف. مو فقط نبكي ونلعن ونلطم، لا، أي التعطيل رسمي، يعني كل الشعب ما عنده شغل يقعد يحتفل ويلعن ويسيب ويقرأ الأدعية هذه في عيد الغدير. ولكي يكرس القمي يوم الغدير عيدا تاريخيا حتى يعمق في أذهان الناس، هاي لازم الإعلاميين يدرسون شلون دول بالإعلام هذا ما سووا انحرافات في الأمر منذ أعماق التاريخ. ويصفي عليه هالة قدسية، ذكر القمي أن هذا هو اليوم الذي جعل الله تعالى فيه النار على إبراهيم الخليل بردا وسلام، تبقى بالتاريخ. واليوم الذي انتصر فيه موسى على السحرة ونصب فيه وصيه يوشع بن نون، صار وصي موسى. فهذا شوف نفس اليوم شلون، ما ادري شلون طابق التاريخ، شلون عرفوا التاريخ القديم، وين مذكور هذا التاريخ. المهم ركبه بعد مو مشكلة. واليوم الذي انتصر فيه موسى على السحرة ونصب فيه وصيه يوشع بن نون وجعل فيه عيسى شمعون الصفا وصيا له، ايضا عيسى وصل شمعون صار هذا وصيا. واستخلف سليمان آصف ابن برخيا على قومه واخى فيه رسول الله بين اصحابه. كل الحوادث التاريخيه واحده فوق الاخرى نفس هذا اليوم صارت. من يقول لا؟ من يناقشه؟ والنتيجه، النتيجه احنا نخلق بهالسوالف ذني، نخلق ثقافة طائفية مو إسلامية، ثقافة طائفية ولا شيعية. هاي الثقافة، هاي ثقافة البوهيين، ركبوا الحديث والقصص. وإجي الشيخ عباس القمي المسكين هذا الأخباري اللي على طريقة الشيخ عبد الحليم الغزي وآخرين الخراساني والأخباريين الموجودين الآن باسم الفقهاء والعلماء، ذولا يأكدون إيه
فإنك تروح تسأل واحد من العلماء هذا الدعاء صحيح ولا لا مو صحيح، يكون يرجي في الخاف يقول لك إيه وخاف يقول لك لا، إذا كان يعرف، وإذا كان لا بسرعة ما عنده دين بالمرة يقول لك إيه صحيح 100% هذا صحيح، ما دام ورد في مفاتيح الجنان بعد ما يحتاج تشكك فيه، كأنه صار قدم قرآن جديد مفاتيح الجنان. مفاتيح الجنان كتاب فيه أحاديث موضوعة ومختلقة مثل كتاب سليم بن قيس الهلالي. أول ما طلع كتاب سليم بن قيس الهلالي في القرن الرابع الهجري، فبعض الناس بسطاء الإخباريين مثل الشيخ الصدوق صدق بما فيه، أو الكليني صدق بما فيه، بعدين أجوا علماء محققين ومدققين مثل الشيخ المفيد قال شنو هذا الكتاب؟ كتاب هذا فيه أشياء عجيبة غريبة، أشياء موضوعة، أشياء مصحيحة، فلازم ما يجوز واحد يعتمد على هذا الكتاب، نحتاج واحد مثل الشيخ المفيد يجي يعطينا موقف صريح، المراجع لازم يكون له شيء، أنه هذا الكتاب موضوع لا تعتمدوا عليه وشيلون بيوتكم، أو ينكح الروايات فيه والأحاديث، لكن مراجعنا الكرام في الخمس ينظرون هواي، هو واجب الخمس لازم تعطيه المرجع، وما يصير تعطيه حتى المرجع آخر، لازم إلا بيد السلم أو وكيله. أما في هاي الأمور هاي الأمور مهمة، لكن بتدخل نفسكم فيها، هذا عمل المراجع هنا، حميس المرجع إلا حتى الناس هو يقودهم ويرجعون إلا في الحق، وهو يبين لهم المواقف الصحيحة والحقة، ويكون جريء في الله، ما يخاف من أحد، ما يخاف المجتمع ينقلبون عليه وما يطلع خمس بعدين. فلذلك نحن في الحوزة اللي هي قلب الشيعة، وهي المفروض فيها هي تقود يعني ثقافيا وفكريا وعقائديا، أن تحدث ثورة ثقافية، ثورة فكرية في هذه الحوزة حتى ينقحون الخرافات والأساطير، يشيلوها يذبوها في المزابل، ويهدوا الناس إلى الإسلام الصحيح، إلى القرآن الصحيح، يكرسوا دراسة القرآن ودراسة وعرض كل الأحاديث على القرآن حتى ينقحوا ويدققوا ويبحثوا، وحتى ينجونا من الفتنة الطائفية اللي يكرسوها هم. شكون هم؟ هم غاطسين بالفتنة الطائفية في نشر قواعدها وأفكارها وثقافتها، ويقولون إحنا نحارب الطائفية. ما يصير تحارب الطائفية وأنت قاعد تبحث عليها الأشياء وتأكد عليها وتنشرها وتوسعها وتباركها وتأيدها. فإذن إذا لم يقم المراجع على طلبة العلوم الدينية، وإذا لم يقم طلبة علوم الدينية، فعلى كل مثقف وكل واعي وكل مسلم وكل حريص على وحدة الأمة الإسلامية أن يتصدى لهذه الخرافات والأساطير، ولا يخاف الله المتلقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.